انا طبعا لو متابعيني على السوشيال ميديا على الانستجرام انا مهتمه جدا اليومين دول، انزل لكم واتكلم عن رافع المناعه، وفي الحلقه طبعا بنزل مشروبات مهمه جدا لرافع المناعه. احنا مهم قوي دلوقتي نعتمد على صحتنا ومناعتنا، ما تاخدوش اي حاجه تقلل ابدا من مناعتكم دلوقتي، لان هو ده سلاحنا الوحيد بمعنى الكلمة، ده سلاحنا الوحيد مفيش غيره. ربنا ادانا حاجة قوية جدا، هو جيش داخلي جوه الجسم بيحمينا، فاحنا لازم ندعمه، لازم نساعده على انه يبقى قوي ويقدر انه يحمينا فعليا مش نتعبه. تمام، مفيش اي علاج تاني حاليا غير مناعتنا، فلازم ندعم المناعة دي ونرفعها بالمشروبات باستمرار الدافية. تمام، وان ايه، ان احنا دايما لازم نفسيتنا تكون مستريحة، ما نبقاش في حالة توتر مستمرة، دي مهمة جدا. الخوف والتوتر ممكن يقتلوا بجد اكتر من اي حاجة تانية، يعني ممكن الفيروس ده ما يقتلش على قد ما هو الخوف والتوتر هما اللي يقتلوا. فلازم نخلي بالنا ان احنا مناعتنا دايما تبقى مرتفعه، بان احنا نفسيا كويسين، ما عندناش اي خوف، نتكل على ربنا. ربنا هو اللي قادر على كل شيء، هو المسبب لاي شيء، فسبحان الله. يعني شوفوا احنا بشر، احنا حجمنا قد ايه والفيروس ده حجمه قد ايه. الفيروس ده شيء احنا مش شايفينه اصلا، حاجه كده يعني مستخبيه، يعني مش يعني العين المجردة ما تجيبهاش، حاجة صغيرة بطريقة مش عادية. فتخيلوا لما الإنسان يبقى قد إيه خايف من حاجة صغيرة مش شايفينها أصلا، رعبة بشرية، رعبة العالم كله، يعني إنسان بحاله مرعوب من حاجة مش متشافة. ف لا، إحنا قد ده ونبقى مؤمنين وعارفين ان مفيش حاجه هتصيبنا غير باللي ربنا كاتبه لنا. طيب، في حاجه مهمه تانية، لان دور زي ما قلت عليكم في انكم تقووا مناعتكم اللي هتحميكم، ربنا دايما بيدي الحاجه واحنا بنستغل ده صح او غلط. تمام، يعني هو نزل مرض، ولكن احنا عندنا المناعه اللي تحمينا، فمدينا الوسيله اللي تساعدنا وتحمينا من المرض ده. من الحاجات اللي نخلي بالنا منها برضو ان احنا نحاول طول الوقت ان احنا، او يعني على الاقل مرتين في اليوم، نعمل غرغرة لبقنا للحلق، غرغرة للحلق. تمام، ازاي؟ ان احنا نجيب حتى لو شوية ليمون ومية او الغرغرة اللي هي ضد البكتيريا، ونغرغر بيها كويس جدا كل يوم مرتين، خلاص، بجانب المشروبات الدافية. والمشروبات الدافية ما تبقاش معناها مشروبات عليها سكر، لا، اوعوا، ابعدوا خالص عن السكر. حاجات بقى مفيدة زي اللي احنا بننزلها طول الوقت، اللي بننزلها على السوشيال ميديا دي اساسي، جنزبيل، عسل، كركم، ليمون، برتقان، الكلام ده على طول معانا. فيتامين سي ما بيقعدش في الجسم غير 4 ساعات، فاحنا لازم ندعم جسمنا طول الوقت بالفيتامين سي. خلاص، هنعمل ده، الدنيا ان شاء الله هتعدي، باذن الله هتعدي.